السيارة اللي قدامها هذه هي ثاني وحش من الوحوش، ثاني شابة وهائلة، A5 خاوتي سنة الصنع 2020 في شهر 8. هذه خاوتي تدخل للجزائر الوقت هذا دي رانا فيه، ففي في شهر جويلي خاوتي تدخل للجزائر. شوف تدخل للجزائر اذا فتحوا القانون. على كل حال القانون راه كاين بصح مازال ما تفتحش، مازال ما طبقوش. المهم ان شاء الله ربي يرزقنا الحلال. اسلاين الله يبارك ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. A5 سبورت باك اس لاين 40 تي دي 190 بي اس 62000 كيلومتر وسنة صنع 17/8/2020، لكن ديازل ما يدخلش للجزائر خاوتي، اوتوماتيك الله غالب القانون هكذا يقول، ماشي احنا اللي انا نديرو في القانون، هما 38888 حاب يقول قريب تقريبا 800 مليون جزائرية. صلي عليه تربح ونروحوا للسيارة الأخيرة اللي راهي قدامه. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله، صلي عليه تربح وضربونا لايكات خاوتي، رحم والديكم. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله.